فان كل نفس ذائقة الموت، ولكن هذا الأخ السي محمد الطيبي، هذا الرجل الوسيم، الرجل الطيب المتخلق، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ترك أثرا كبيرا في قلوب كل من يعرفه، فنسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على حسن الخاتمة، لأنه مات في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي كنا في عبادة قبلها، وكنا في صيام وقيام في ذاك الشهر الذي هو سيد الشهور، هو غرة في جبين هذا الزمان، هذا الشهر المبارك، بعد انتهاء من الطاعة والانتهاء من الصيام، والصيام يشفع لصاحبه، والقرآن يشفع لصاحبه، فنسأل الله تعالى أن يشفع فيه الصيام، وأن يشفع فيه الصيام، وأن يشفع فيه القرآن، وأن ينفعه بهذه العبادة وبهذه الطاعة، وأن يعتقه من النار. وإذن وهذا يا إخوان، الموت هو واعظ، كفى وله أجمعين. اللهم أنزله منك منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم وسع له في قبره مد بصره. اللهم يا ربنا ارفع درجته في عليين، واجعله مع النبي وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا لأخيكم بالدعاء، فنزول عند رغبة أخي وسيدي السي عبد الحق. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم السعيد وفي هذه الأيام المباركة أن يتغمد هذا الفقيد بواسع رحمته، وأن يمطر عليه شآبيب رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم وسع له في قبره مد بصره. اللهم إن كان محسنا فسي في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولا واغفر لنا ولا. اللهم إنه الآن يسأل. اللهم ثبت منطقه. اللهم نطقه بالشهادة. اللهم نطقه بكلمة التوحيد. اللهم نطقه بلا إله إلا الله محمد رسول. الله يفرغ عليهم الصبر، يرزقهم صبر الانبياء، صبر الاتقياء، صبر الصالحين، حضور جميع الله عرش الخطوات. الله يكتب لنا ولكم ثواب تشيع الجنازه، الله يكتب لنا ولكم خيراتين من الحسنات، الله يجعل بكل خطوه الف حسنه، المقبره كافه الله يجزي عليهم بالرحمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، احياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وغائبنا وحاضرنا. اللهم من أحيته منا فأحيا الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى الإسلام. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.
حصلت له حتى واحد.